أحبابنا ومشاهدينا الأكارم، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وموضوع جديد. موضوعنا اليوم هو عن أفضل 5 دول بالعالم من ناحية المعيشة. طبعا هالموضوع كبير وفي عدة معايير للتصنيف، وبهالفيديو نحن رح نعتمد تصنيف مؤشر اسمه CEO World. خلينا نبلش بالموضوع ونشوف شو هي الدول يلي عراس القائمة. المركز الأول كان من نصيب هولندا يلي هي بلاد الورود والأنهار، وعدد سكانها بيتجاوز 16 مليون شخص. الاسم الرسمي لهولندا هو النيذرلاندز ومعناه الأراضي المنخفضة. سبب هالتسمية أنه حوالي 50% من مساحة الدولة واقعة تحت مستوى سطح البحر. أما المرتبة الثانية أصدقائي فهي من نصيب ألمانيا اللي هي عملاق الصناعات والتكنولوجيا والبحوث بلا منازع. ألمانيا هي أكبر اقتصاد أوروبي وعدد سكانها بيتجاوز 80 مليون نسمة. نظام التعليم بألمانيا من أفضل أنظمة التعليم بالعالم. المرتبة الثالثة كانت من نصيب نيوزيلندا يلي هي عبارة عن جزيرة في جنوب غرب المحيط الهادي. هلا هي عمليا مو جزيرة واحدة، هي مجموعة جزر، جزيرتين رئيسيات وحوالي 600 جزيرة صغيرة. نيوزيلندا عبارة عن مملكة مستقلة ولكن بتعترف بالملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وملكة كل دول الكومنولث كملكة للبلاد. اللغة الرسمية بنيوزيلندا هي الإنجليزية ولغة الماوري. بالمرتبة الرابعة كندا يلي دخلت هالتصنيف كونها واحدة من أغنى دول العالم، الشيء اللي أدى لخلق فرص غير محدودة للعمل والنجاح. الحكومة الكندية تصنف من أفضل حكومات العالم، واللغات الرسمية بالبلد هي الإنجليزي والفرنسي. بالمرتبة الخامسة عنا مملكة السويد ويلي تعتبر من أفضل الدول بالنسبة لفرصة الحصول على الجنسية. السويد هي من أكثر دول العالم يلي فيها مساواة من ناحية اللون والعرق والديانة، ومشهورة جدا بالمساواة بين الجنسين. وهيك بتكون قائمتنا خلصت. انتظرونا في فيديو جديد وقائمة جديدة. بتمنى يكون هالفيديو عجبكم. ما تنسونا رجاءً باللايك والاشتراك. خبرونا آراءكم بالتعليقات.